ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله كله بخير. عشان بس ما نطولش في المقدمه واختصر الكلام، الموضوع بتاع السم سكنات جد ومش هزار، ودي رابعه وخمس سكين نسلمها للناس في اخر شهر. بس اما بالنسبه للشرح، ازاي تكسب سكنات؟ الناس القديمة عارفه الدنيا. طب لو انت جديد، انزل لك فيديو شرح مختصر دلوقتي فهمك الدنيا. كان مثلا انت عملت كومنت واحد في الحلقه، يبقى انت ليك كده صوت، فهتاخد واحد. في واحد عمل كومنتين في الحلقه يوم 25، الحلقه يوم 26، عمل كومنت هنا وعمل كومنت هنا، فكده هياخد رقمين اللي هو من 2 ل 3، وكده هيكون فرصته اكبر ان هو يكسب. ويستاهل لو انه تعب. ولما اخلص ترقيم وليكن مثلا العدد بتاعكم وصل 30 40، هدخل على جوجل يختار رقم عشوائي والرقم ده ابعت له سكان. اما بخصوص الجيف اوي الجديده، ديسكورد زي ما هو مفيش جديد. تدخل تبعت لي صوره للسكان اللي انت عايزها واسمك والصوره والسيرفر، وتعمل انفايت لاصحابك يدخلوا يديلك فوت في على الصوره، الفوت ده كرياكشن. اما بخصوص اليوتيوب رقم، لا انا ممكن تكتب اي كومنت عادي، انا كده كده هبص في الاخر على الكومنتات وارقمكم وهبعت السكن عشوائي. بس يا جدعان جي جي. في النهايه يا ريت الناس تحط لايك وتفعل الجرس، عشان بس لما ينزل فيديو يفكرك ان في سكنات بتوزع، ما تنساش اللايك. عارف الدار في الموت ولا ايه؟ غبي انا. اضرب انيسوس بقى. انيس دبليو دبليو بس دبليو بس 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 طلبت بتقرا ضح صح؟ يا ابن المرح. البلاد انا هو ده وشك يا احمد بتاع ده يا عم، ما بعلي ايه ده، ايه الحق كده؟ انا هنا قفشه. لا ايه ده، انا ايه مفيش يا عم، حد تدين قوت ده ايه ده؟ لا تلتي بيه، هو متعصب موت دلوقتي. ما تعملوا ايه يا ابني؟ تموت؟ لسه بموت. الواد فلاش برباري. فلاش برباري عشان انتوا عارف بس الدنيا راح فين وجاي منين. ماشي يا عم ماشي، خدت بالك. فلاش برباري. الواد اللي فوق يعني.
هو لسه ما خدش الطار. بص اصلا ام احمد هيموت مني، انا جاي هات يا عم. لا انا ما اقدرش كده بقى خلاص. انا بقول لك ان هو عملها قدامك ماشي يا عم، انا لسه شايفها. لا عم اعملها من الموت اللي بعيد. حد اتمسك؟ انا اتمسكت. رايق. طب انا مسكت وراه. تعمل بقى ضجة زي كده مثلا، دي جاب بتاعتي. واضحة فشخ انها بتاعتنا يا ابني، اول ما الواد ده يمشي من عندهم خلاص. تخيل ان حادثة بيموتوا فوق، متخيل؟ لا الحرام من دين الواد ده، لا يترقى. يا لهوي يا لهوي يا جدعان. هيموت نيسوس على فكرة. موت نيسوس. طيب بعد والله. شكرا. انت مطور تطوير بص يعني. صح يا عم، مين نسيت موت نفسه؟ نسيت سناك نفسه، موت نفسه على سلو. ادوح سلو 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 على الهادي على الهادي. هو ضرب فلاش، انا خلاص خدت منه اللي انا عايزه بتاعتنا دي. الواد ده ايه؟ انا ما اعرفش انا موت المعلم ازاي. مش انا خدت الدراية؟ ايوه ما انا خدت بالي. انا موت الولد ازاي زين دي؟ لو انت جاي زين ماشي يا معلم. اضرب يا زين اضرب. ما رجعت تعمل ايه يا ابني؟ خش يا عم خش. عايز نخش؟ ماشي سامع. وهتقفش بس وتموت يا عم. انا بصراحة انا هدخل واسيبها على الله. ها طب روح يلا. ماشي مع السلامة. رحت فين يا اسطى؟ انا وصلت، ما مش هوقفها، لو وقفتها هموت. الحق الله هنا. اهي يا احمد وراك اهي. شايفها شايفها. واضح يا جدعان، ده انا عامل بلاي وشيت. ما يا جدعان كلات يا جدعان. لول. ايه المفروض يجيبهم؟ انا فشختهم كلهم حرفيا. جيم صح يا نهار طين يا جدعان. على ايه ده؟ تعدينا لول. اهل اتش بي تقدر اعمل اي حاجه تاني. اشهر الجاد
موتني. كملوا بقى. قلب جز. هو المعلم نيسوس لسه ما بيلعبش ولا ايه؟ لعب نيسوس باك جيم بيخلص. فكر دي. هتروح مع مدو. طب بيلعب وقت يا عم. طب بيلعب بيلعب. بيلعب مدو. مش هيدوس ار ولا ايه؟ الفايب بيخلص. الجيم بيخلص. موت البيت. نص مش عارف موت. يعني يلعب في الدخ. طب هدي. طيب هدي هدي. ماشي. هو ضرب باريو. الالدر. الالدر. افتكر ايه؟ ده اسمه غفل ناس. يقول لك ديف قادر استاتيك فينا وورد. ها ما تخش الشاص. ماشي. هاتوا بقى ده انت ممكن نتسلى فيه ده. ومين الصح؟ تعال نخسر يا اسطى. انا هصحى. عايزنا نعمل ايه بقى؟ انت هتمشيها ازاي؟ عرفني. انا خدت الار بتاعت البيت. مش عارف يا جدعان. مضرب الجن. انا مش هكتبكم الناس كلها. مع الميتين امك. انت عارف اقول لك المشكله في ايه؟ ايه؟ ان الدنيا فرقت معاها ثلاث ساعات. ايوه ممكن تبقى مفروضه فري لو عرفت. الواد دي جاي ورابي فايت يا جدعان. ارجعوا. انا جاي انا جاي انا جاي انا جاي يا رب. ممكن بقى تجيب ازرائيل لو لحقتها. لو لحقتها لو لحقتها. خلاص اعمل اكتر من كده. كلهم لوجيك. ماشي 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 ماشي. لا قول بلا عم والله. ده انا جايبها على التنتوفه. جيم يا جدعان جيم. ايوه جيم. خلاص عارف يعني ايه جايبها على التنتوفه. اضرب يا نسوس. الله يخرب بيت امك يا ابن البهيم. هو ما ضربش. ما ضربوش. تدخل ضرب الكيوت تاور. جبته. قول بلي يا عم. التور بيضرب فيه.